مسلم وقف يم باب طاع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثه، وطوعات قلش حاجتك من وقفتك هاي، قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله دي طلعي لي شوي ماي، جابت الماي وشرب منه ووقف محتار. رجع الطوعة تريد أن تسترجع ذلك القداح، وإذا بذلك الرجل ما يزال واقف، تأملت فيه وإذا به عند تصرفات، شوية يقف شوية يا مؤمن يجلس، يضع رأسه بين ركبتيه يبكي بأبي وأمي. تدري يبكي على منها؟ يبكي على الحسين بأبي وأمي. التفتت إليه خافت بأبي وأمي، قالت يا هذا إني أحرج عليك أن تقف عند بابي داري. قالت شربت الماء لا توقف على البأ، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة، جنك جليل وشوفتك يا شهم، لهلك دروح القمر غرب والنجم دا، أليس عندك آل؟ قال أمة الله إني غريب في هذه الديار، من أنت يا هذا؟ إن عليك قسائم الشهامة والجلالة والعظمة. قال لها أمة الله أنا من المدينة. قالت له من أي البيوت؟ قال من أعلاها بيتا. عند ذلك ها صرخت طوعة أمسلم أنت؟ قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير عليه. مسلم أنا وعمي علي اللي يذكرونه، مخذول ومسيت ببلدكم ما لينصى. هذا موقف، ها هذه غربة، غربة إلى مسلم. أعطيك مواقف تفصيل المصيبة يوم غين. أقول لك هذا مسلم بكى على من بأبي وأمي؟ بكى على الحسين. لكن أسألك، نصوص تقول ها من أمره الإمام الحسين بالذهاب إلى الكوفة، كأن مسلم توجع. توجع من شنو ها؟ توجع من فراق الإمام الحسين بأبي وأمي. ولذلك لما سقط في الحفيرة وجاءوا عليه متكالبين، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، إلى أن جاء له ابن الأشعث فضربه على محاسن وجهه، أين المنادي ومسلما؟ أخرج مسلم من الحفيرة وإذا بمسلم هذا البطل الذي لم يتمكن ابن الأشعث منه إلا بعد الغيلة والدغيلة والحيلة. قالوا له أتبكي؟ مثلك لا يبكي، إن كنت ترجو ما ترجو فلا تبكي، تغير تريد الجنة؟ إذن لماذا تبكي يا مسلم؟ قال لا أبكي على نفسي، وإنما أبكي على من يأتي من ورائي، يعني أبكي على الحسين وحسيناه. لذلك مسلم ها يتوجه إلى أبي عبد الله، يتوجه بشنها؟ بأمنية، بشوق. أي شوق هذا يا مؤمن؟ يقول يا ليتني مثل العباس، أجاهد بين يديك، أذبح عندك يا أبا عبد الله، يا ليتني مثل علي الأكبر، يا ليت جسدي هذا يداس هناك في كربلاء وليس في الكوفة. هذا الرأس يتاج الرأس
فوق سنان يشيلونه وجسمي بواسطة الأسواق بالحبل يسحبونه أنا أزع كل أذى وشده ولا المظلوم يشوف انزاع كل شي ولا الحسين أنا أزع كل أذى وشده ولا المظلوم يشوف انزاع ويروعوني أشد ترويع بس حسين ما يرتاح ويدوس ضلوعي بس حسين ما تنداس له أضلاع وجسمي بكار بلا قدام جسم حسين يدوسونه إيه وحسينا وجسمي بكار بلا قدام جسم حسين ولذلك كأنما توجه ناحية الإمام الحسين نادى وحسينا يا حسين أنا مقتول رده لا تجوني خانت بي الكفاه عقب ما بايعوني وللفاجر بن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا اهلي عني بعيدي